هذا قول انتشر كثيرا في وسائل الإعلام، ونأمل من فضيلتكم البيان الشافي فيه، وهو أنهم يقولون إن الأموال الطائلة لا يسعها السوق، ولهذا أجازوا أن يتعاملوا في بعض المعاملات ولو كان فيها ربا يسير أقل من 30%، ثم إخراج هذه النسبة الربوية بعد ذلك والتخلص منها. هل هذا القول صحيح؟ وما توجيهكم حيال ذلك؟ هذا قول باطل. ما يجوز للإنسان يتعامل بالربا ويقول بتخلص منه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لعن الله آكل الربا وموكله وشاهد وكاتبه وشاهديه، فلا يجوز الإنسان يتعامل بالربا بأي قصد من المقاصد. الربا حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على تحريمه. إنما لو أن إنساناً كان يرابي واجتمع عنده أموال من الربا وتاب إلى الله، وش يعمل بالأموال هذه؟ قالوا يتخلص منها، يضعها في مشروع عام ويتخلص منها. هذا في الذي عنده أموال اجتمعت وهو تاب منها. أما أنه يقول بتعامل بالربا وآخذه وأصرفه في وجوه خير، هذا لا يجوز، هذا أخذ الربا. الله جل وعلا لعن اليهود على أعمالهم، ومنها وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه أخذهم، لعنهم على مجرد أخذهم الربا. نعم، ولو كانوا يقصدون كذا وكذا. نعم.